اختيرت الملوك جالي دي روا اللي كتكون في جانفيي، مسائل مكونات بسيطة اللي بغى يعرف هاد المكونات البسيطة وهاد الطريقة. رمشة العين يتبعني، شكرا. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحاب بخير؟ كلشي لاباس؟ اليوم بغيت ندير لكم واحد الوصفه اللي عزيزه عليا. المهم راه كلشي كيديرها، ولكن انا باقي ما درتهاش في القناه ديالي. الكالي دي روا اللي مشهوره، اللي عندها تاريخ عريق في اوروبا، ودركا كيديرها كلشي الجميع. المهم المقادير ديالها سهله وبسيطه. فيها جوج بيضات على حراره المطبخ، وفيها واحد الفاني اللي عنده الفاني ديال ما يديرو، اللي ما عندوش يدير هذا. المهم تنكهو باي حاجه بغيتو، ولا عجبكم حتى الليمون بوركوا با، ليمون سيترو. المهم الزبده درت ابوبخي 100 غرام ديال الزبده، و 100 غرام ديال السكر على حسب لا كونتيتي ديال لا غاليتي، الا كانت كبيره ولا صغيره. انا غندير غير مويان صغيره. اللوز الا عندكم اللوز طحنوه مزيان وغربلوه باش ما يكونش فيه دوك الحبيبات. انا غير شريتو حتى هو، ما كانش عندي متوفر. الحاجه الثانيه اللي غادي نزيد ليها، غنزيد ليها دي لا كريم باتيسير اللي عملت معكم عده مرات، كاين في القناه ديالي اللي بغا يمشي يشوفها. سينو الا كثروا الاراء زعما الناس اللي بغاوها نوريها ليهم، بوركوا با، على راسي وعيني. اسمحوا لي لا كريم فرانجيبال. المهم هي كدار فيها، كتعطيها واحد اللذه زوينه وواحد الليونه باش يديرها ما يديرها، ولكن مستحسن كيديروها لي غرو شيف كتعطي، قالوا لك الليونه لا غاليت واللذه. وحاجة أخيرة هي لا بات فويتي، أنا شريتها في موجودة في أوشون كارفور اكسيتيرا. غادي ندير جوج حتى تكون وحدة على وحدة، اللي بغا يديرها في الدار يديرها هي أحسن وأحسن. أنا مع ضرتني الناس يديا كنشوف راه مكاديرش معاكم بزاف في الفيديوهات، يديا ضرتني بزاف. صافي الناس غادي باش ما نطول عليكم، غادي نكسرو ما استسمح. نديرو البيض هو الاول مع السكر، ونديرو عليه واحد الفانيا، ونخلطوه مزيان حتى نخلطوه، ونديرو ليه جوج بيضات، تنديرو ليه جوج بيضات، ونزيدو عليه الخليط ديال اللوز مطحون. المهم بقاو معايا. هنا خلطت الخليط البنات، جوج بيضات والسكر واللوز فانيا، خلطتهم مزيان. ما قلت لكمش، قلت لكم انا مريضه ضرتني يديا، ما كنقدرش حتى نهز التليفون، دعيب ليا بالشفاء البنات. راه كندير الكيني ودرت الراديو ما خليت ما درت. هنا بيضه، جوج صفر ديال البيضات مع واحد معلقه ديال كريم اونتي، غير شويه غير معلقه باش ندهنوا بها لا غاليت في الاخر. هنا هاد جوج كنوري لكم ايتاب باغ ايتاب. هادي غادي نديرها هي الاولى، وغادي ندير عليها هاد الخليط، عاد غادي ندير عليها الثانيه. المهم بقاو معايا ما تمشيوش بعيد. الخليط البنات انا درتو، ديروا الحجم اللي بغيتو. تقدروا هاد الحجم ديروا عليه واحد الطبسيل وقطعوا، ديروا الحجم الصغير. انا ما قطعتوش، ما قلت لكم حتى الكاميرا ما كنقدرش نهزها. درت هادشي بالزربه. دهنت هنا، دهنوا بالماء ولا شويه ديال الصفر ديال البيض. ديروا واحد اللوزه الا عندكم، اللي ما عندوش ديروا هاد لافيف، هاد تيكون هاد لي موتيف كثار زعما لي سورت ديال هاد لافيف. ديروها في الوسط، انا غادي نحطها غير في هاد الوسط هنا. هنا ما ديروهاش في الوسط، حيت الا درتوها الوسط الا قطعتو غادي تهرس لكم لا غاليت.
صافي غادي ندير عليها الثانية ونوري لكم لا سويت ان شاء الله. الكاليت ديالي ها هي درتها، كنت بت نقطعها شويه انا نقصلها ولكن خليتها قلت معليش. دهنتها بصفر بيضه مع شويه ديال الكريم فريش، وديروا ليها الخطوط اللي بغيتو، هذا ماشي مهم الرشمه ديروا اللي بغيتو ولا تخليوها، انا رشمتها عاديه صافي. وغادي ندخلها للثلاجه واحد 10 دقائق 15 دقيقه حتى كتنشف شويه باش نزيد لها عاود لا دوغيغ ديال الصفر البيضه صافي، وندخلها الفران ونقابلوها. نتلاقاو ان شاء الله في التقديم.